مباشرة النجم الكبير وأحد أساطير كرة القدم العربية والإفريقية والتونسية كابتن طارق دياب. كابتن طارق ازي حضرتك يا فندم، منورنا على شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بك أخ سليم، وأهلا بضيوفك الكرام. طبعا تحياتي كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أحمد أبو مسلم، وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. أهلا وسهلا. أنا سعيد بتواجدي معكم. الله يخليك يا كابتن. كابتن، يعني طبعا النادي الاهلي هو ممثل العرب وافريقيا، الحقيقه ممثل افريقيا في بطوله كاس العالم للانديه. يعني قول لنا احساس حضرتك عن هذا الامر. طبيعي، اولا نتمنى ان شاء الله النجاح وتوفيق النادي الاهلي، لانه كما قلت مثل العرب ومثل خصوصا القاره الافريقيه. ايوه، فريق عنده امكانيات كبيره، فريق استحق البطوله هذه عن جداره. صحيح العب ضد الزمالك كانت مباراة كبيرة من ناحية تكتيكية، طبيعي أنا اليوم إن شاء الله أتمنى أن النادي الأهلي يقدم مستوى جيد مثل أحسن تمثيل الكرة الإفريقية، وبطبيعة الحال أتمنى إن شاء الله النجاح والتوفيق، وعنده كل شيء معناتها باش ينجح ويقدم مستوى جيد ويفوز خصوصا في المباراة الأولى. أيوه، يعني اليوم تفضل. تقييم حضرتك يا كابتن طارق للبطولة بقى في ظل الفرق القوية اللي موجودة في هذه البطولة، أبطال القارات كلها موجودة في بطولة كأس العالم للأندية، وبالتالي بطولة قوية جدا. تقييم حضرتك قبل ما تبدأ طبعا، أو رؤية حضرتك لهذه البطولة. طبيعي أنا أقول بصراحة، أقول لك أنا البطولة بدأت أصبحت مقلقة بالنسبة للناس اللي تفرج فيها. أنا كأس عالم للأندية المفروض يكون أفضل كاس عالم راهو الانديه، انا نقول اليوم الشامبيونز ليغ هي كاس عالم الانديه. ايوه. لان في السنوات الاخيره الفرق الاوروبيه اللي تفوز بالشامبيونز ليغ هي اللي تفوز بالبطوله بالكاس العالم الانديه، لما نقولوا كاس عالم الانديه لازم يكون افضل بطوله واقوى بطوله. اليوم تلعب يجيب بايرن يلعب دور نصف النهائي والنهائي ويفوز بالبطوله. لا احنا تكون لا، يعني هل حضرتك بتطالب بتغيير نظام البطوله؟ طبيعي. أيوة. نظام البطوله مش معقول القاره الافريقيه تلعب مباراه ومباراتين ومن بعد يرجع البلاد، لا احنا نحبوا يلعب اربع خمسه مباريات، تحتك اكثر مع فرق كبيره وتكون مستوى عالي اكبر. هذه هي كاس العالم للانديه، نقولوا كاس العالم للانديه تلعب مباراتين وتخرج، لا مش معقول. هذا نقول لازم تتطور ولازم تتحسن، والحمد لله هناك الفيفا. الحمد لله هناك الفيفا اللي هي بتحسن البطوله هذه، والاتحاد الاوروبي يحب يحسن البطوله هذه وتطلع بطوله قويه، والفريق الكل تستفاد ماديا وفنيا. يعني اليوم النادي الاهلي يلعب مباراه بعد دور نصف النهائي. ما عندوش مباراه ويرجع، لا نحب يلعب اربع او خمسه او سته مباريات ويكون معناتها مسابقه كبيره ومسابقه قويه اقوى من الشامبيونز ليج. لكن اليوم انا نقول بطوله بصراحه ملينا منها وتعبنا منها فنيا. فنيا ولكن فنية. برضو يا كابتن طارق، ان انت يبقى عندك ابطال القارات، ما هو دي حاجه كويسه. صحيح. ابطال القارات، انا اقول احنا نقولوا كاس العالم لماذا يحبوا يغيروها ويعطيوها اكثر قوه واكثر امكانيات ماديه وخصوصا فنيا. اليوم هناك تقبل تكون 20 اكثر من 20 فريق يشارك، وهذا هام بالنسبه لبطوله اسمها كاس العالم للانديه. ايوه، كاس العالم للانديه حسب رايي يكون اقوى من البطوله اللي نشاهدوا فيها حاليا، وخصوصا في السنوات الاخيره. يعني ليفربول تجي تفوز، البايرن تجي تفوز، الريال تجي تفوز، والبرشلونه يفوز. هذا اعتقد انه لازم تتغير ولازم تتطور ولازم تتحسن. تمام. طيب كابتن طارق، مشاركه سادسه للنادي الاهلي في البطوله اعتقد رقم كبير برضه. صحيح صحيح. الاهلي انا قلت في عديد المناسبات، الاهلي مثل ريال مدريد في اوروبا، يعني فريق قوي، فريق اليوم عمره أيوة. اكثر من 100 سنه، 113 سنه، فريق دائما متواجد في البطولات الكل، بطوله افريقيا وبطبيعه الحال البطولات القاريه والبطولات المحليه، وهذا راجع لان فريق اسس على قواعد صحيحه. ايوه، يعني هناك فرق تلعب سنه وسنتين وبعد ما تكون، لكن النادي الاهلي دائما متواجد ودائما ينافس، وهذا مكسب للكره المصريه في الرياضات الكل، يعني الرياضات الفرديه او الجماعيه. دائما اهلي سباق، ولهذا اتمنى له ان شاء الله النجاح والتوفيق، رغم اني انا اقول دائما النادي الاهلي ينقصه شيء، انه اليوم حسب رايي ما عندوش هجوم قوي،
النادي الاهلي. ايوه شاهدته في عديد المباريات، فريق عنده منظم، عنده دفاع قوي، عنده وسط ميدان جيد، لكن ينقصه هجوم قوي. وفي تاريخ كرة القدم دائما النادي الاهلي عنده مهاجمين كبار. اليوم في الخمسة ستة سنوات الأخيرة لا عنده مرات حربة قوي وهدف، وحسب رأيي ينقصه مهاجم آخر مع رأس حربة يكون معناتها مستوى عالي، لأن اليوم الأهلي في حاجة ماسة. إذا حب مثلا أحسن تنفيذ القارة الإفريقية لازم يشوفوا مهاجم آخر، مهاجم هداف يترجم العمليات الهجومية إلى أهداف، يعني ينقصه هداف. وأعتقد هذه المشكلة، مشكلة النادي الأهلي. أيوه طيب كابتن طارق، يعني كابتن محمود الخطيب هو رئيس طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في المونديال. حضرتك كنت مشرفنا طبعا قريبا من تقريبا شهرين كنت في النادي الأهلي، و أو السنة اللي فاتت تقريبا كنت موجود في النادي الأهلي، وكان شرف لينا طبعا إن حضرتك تبقى موجود. أعتقد علاقة مميزة دائمة مع كابتن محمود الخطيب يا كابتن طارق. طبيعي، هي قوة كرة القدم هي العلاقات. الكرة بطلناها عندنا 20 و30 سنة و40 سنة، لكن دائما تبقى العلاقات، العلاقات هي اللي تبقى. وأهم جدا في كرة القدم، وأنا أقول للرجل المناسب في المكان المناسب. الخطيبة لك مكان المناسب، هو رئيس النادي الأهلي، لأنه يعني يعرف النادي الأهلي، تربى في النادي الأهلي، وترعرع في النادي الأهلي، وكبر في النادي الأهلي، وتعب في النادي الأهلي، وفاز في النادي الأهلي، وأعتقد أنه يعرف مشاكل النادي الأهلي ويعرف معناتها. ولهذا اعتقد ان السيد هذاك يستحق ان يكون معناتها رئيس النادي الاهلي. وانا اقول النادي الاهلي دائما عنده مسؤولين كبار، لان اذا بقى النادي الاهلي يلعب الادوار الاولى، لانه هناك مسؤولين معناتها كبار، مسؤولين كانوا بالمستوى. واعتقد محمود الخطيب من المسؤولين الكبار، نتمنى له ان شاء الله النجاح والتوفيق. ودائما هذاك النادي الاهلي مدرسه. لماذا؟ لانه يعطي المثال، هو القدوه للفرق الكل العربيه. ايوه لان من الصعب انك تلقى رئيس نادي هو لعب في نادي، وهذا هام جدا بالنسبه للفرق الكل معك. يعني كلام رائع من اسطوره عربيه وافريقيه لاسطوره افريقيه اخرى. يستحق، والنادي الاهلي عنده رجال، والنادي الاهلي عنده لاعبين قدامى مستوى عالي، عندهم امكانيه معناتها باش يكونوا هما معناتها مسؤولين سواء في النادي او رؤساء النادي الاهلي. يعني كما قلت هناك عديد من اللاعبين اللي جاوا بعد الخطيب، لاعبين كانوا في المستوى، ولاعبين مستقلين، ولاعبين عندهم امكانيه باش يتحملوا المسؤوليه، ولاعبين يحبوا النادي. ايوه حضرتك لك مكانه كبيره في قلوب المصريين يا كابتن طارق، طبعا يعني دايما متواجد معانا في كل شيء الحقيقه، ومساندة جميلة جدا. حضرتك بتحس بالشعبية دي يا كابتن في مصر؟ طبيعي. أيوه. طبيعي. انا لما كنت نلعب في مصر كان نلعب في تونس، يعني ناس مزبوط. بتحب الكورة، وناس يعرفوا الكورة، وناس فاهمين الكورة. وهذا مهم جدا بالنسبة لنا احنا كلاعبين. طبعا تلعب في بلاد فاهمين كورة، واعتقد ان في مصر لما تلعب في مصر كانك تلعب في تونس. تمام. صراحة كابتن طارق معلش خليني اخدك برضو للناحيه الفنيه، رؤيتك طبعا لمواجهه النادي الاهلي والحل القطر يوم الخميس ان شاء الله. اي مباراه راهي مش سهله، ما يلزمش ياخذوا التحيل انه فريق صحيح. يوم يمر فتره صعبه، التحيل ماهوش في احسن حالاته، لكن ما تعرف لما يكون عندك خمسه سته لاعبين في منتخب القطري وعندك اربعه اجانب، ممكن معناتها في كل وقت ممكن يقدم مباراه كبيره. ايوه ممكن في 90 دقيقه يعملوا مباراه كبيره. لانهم لاعبين جيدين، صحيح ماهوش في فورمه، ماهوش في احسن حالات، لكن كل شيء ممكن. وهما يحبوا ينطلقوا انطلاقه جديده من البطوله هذه. يعني المباراه بالنسبه ليهم لما تلعب ضد النادي الاهلي مباراه هامه جدا. ايوه مباراه هامه جدا، ان اول يلعبوا ضد النادي الاهلي فريق كبير وصاحب اللقب الافريقي، ثم يحبوا ينطلقوا من جديد. يعني اعتقد لازم النادي الاهلي والمدرب والمسؤولين يحضروا اللاعبين، انا راهي مباراه لما سهله، مباراه صعبه 50-50 انا اقول. يعني التحيل عنده لاعبين جيدين، خصوصا في الهجوم عنده لاعبين ثلاثه اربع لاعبين مميزين، ولهذا لازم يحتاط، ولازم بطبيعه الحال النادي الاهلي دائما في البطولات الكبيره يشرفنا بكاس العالم او كاس القارات، ولهذا يعرف شنو اللي يستنى فيه. ثم لا تنسى عندكم زاد الجمهور، الجمهور اليوم عندكم جمهور كبير لان في الدوحه. ان شاء الله تكون في المستوى المباراه، وانا اعتقد تكون في المستوى مباراه فنيه بامتياز، يعني الاثنين فرق فنيه بامتياز.
أيوة. يعني نتمنى ان شاء الله معناتها تشهد مباراه كبيره ان شاء الله. كابتن طارق، يعني وجود علي معلول اعتقد اضافه كبيره للنادي الاهلي واضافه كبيره لمصر ولتونس الحقيقه. طبيعي احنا سعداء لما يكون عندنا 12 13 لاعب في البطوله المصريه. لان يعني البطوله المصريه بالنسبه احنا كمشاهدين اليوم اقوى بطوله في في القاره افريقيا وعربيه عربيا وافريقيا افضل بطوله. ولهذا شاهدنا اولا الامكانيات الماديه افضل للملاعب، بنيت احسن، البنيه التحتيه تطورت تحسنت، واعتقد ان معناتها اللاعبين نتاعنا قاعدين معناتها يتحسنوا ويتطوروا، وانا احسن دليل معناتها ساسي برجاني وخصوصا معلول اللي قدم في مستوى جيد، وانا سعيد اللاعب هذا لانه لاعب خلوق ولاعب عنده امكانيات كبيره ولاعب ممتاز فنيا ولاعب معلول ممكن تستغله في الدفاع، ممكن تستغله في وسط الميدان، ممكن تستغله على الجهه اليسرى كمهاجم، لاعب عنده امكانيات كبيره ولاعب فنان بامتياز، امكانياته الفنيه ماهيش نتاع مدافع. أيوة. امكانياته الفنيه نتاع صانع العاب، لكن لما يجي من الخلف اخطر، لما يلعب مدافع اخطر، ومو سهل راهو باش في الدفاع ماهوش سهل. لاعب هما يعتقدوا ان معلول معناتها لاعب مهاجم، لاعب يسجل، لكن في الدفاع ماهو سهل. أيوة. يفهم الخصم بتاعه وذكي في المحاسبه. كابتن طارق، من وجهه نظرك من هو الاقرب بالفوز في بهذه البطوله؟ طبيعي البايرن هو الاقرب. البايرن لكن تصير مفاجآت، ممكن تصير مفاجآت، لكن انا اقول الالمان دائما ناس منضبطين، ناس لما يلعبوا ما عندوش مشكله مع الخصم نتاعهم، مثل الصغير والكبير معناتها ما يفكروش الالمان. لاعبين منضبطين ولاعبين فريق عنده امكانيات كبيره وكامل اوصاف فريق البايرن، معناتها ما ينقصوا شيء فريق البايرن، فرقه قويه، عنده لاعبين مميزين في الدفاع، راس المرمى، وسط الميدان، الهجوم، ولهذا ان شاء الله نشاهد مباراه، ان شاء الله نتمناه، ان شاء الله فريق عربي في طبيعه الحال باش يوصل دور نصف النهائي سواء الوحيد او النادي الاهلي، ونشاهدوا مباراه كبيره بين بايرن والاهلي او بايرن والوحيد، وكل شيء ممكن في كره القدم، لكن معناتها حسب رايي البايرن هو اقرب فريق. كابتن طارق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره، واسطوره من اساطير كره القدم العربيه والافريقيه. شكرا جزيلا يا كابتن طارق. الشرف فيا، وسلمينا على ضيوفك، وان شاء الله اتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا النجم الكبير الكابتن طارق دياب، كلام